نخرج هذا اليوم الخميس الأسود للتعبير عن رفضنا التام للنظام الأساسي، ونطالب بسحبه بدل تعديله أو بدل تجميده، ثم بعد ذلك نطالب بحقوقنا الأخرى، لكن بعد المطلب الأساسي الذي هو سحب النظام الأساسي. بعد ذلك نطالب بعدالة أجرية، ونطالب بإدماج إخواننا المتعاقدين وباقي المطالب الأخرى. نريد من الوزارة أن تصغي وتسمع وتتنازل عن هذا العناد وعن هذا التحدي، وتكون صادقة مع نفسها وصريحة، وتفكر في أبناء الشعب أولا. صحيح نحن نشعر بأبنائنا، لكن الذي يتحمل المسؤولية الأكبر في ذلك هي الوزارة. نحن نتقاسم هذه المسؤولية وهي تتحمل العبء الأكبر، فعليها أن تعالج هذا الملف سريعا حتى لا تكون الصنابيضاء وحتى لا تتفاقم الأوضاع أكثر. وفي الحقيقة هذا حراك تعليمي مهم جدا، وكنا نظن أن الجسم التعليمي قد مات، لكنه أصبح حيا من جديد. وإذا أضربت فأوجع، فإن العاقبة ليست واحدة، وهذا فتح مبين في استعادة كرامة الأستاذ. نحن هنا من أجل استرداد الكرامة، نحن هنا من أجل إسقاط النظام الأساسي الذي لم يرتح له أي أستاذ، ونحن هنا من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. يعني ما رافضين ديك الاتفاقية؟ نعم، نحن نرفض بشكل بات النظام الأساسي، لأنه يعرقل يعني كل ما من شأنه أن ينجح التعليم. الزيادة يعني مسألة مفروغ منها، لكن النظام المآسي هو النظام الذي نحن نرفضه وبشدة. عدالة اجتماعية، حرية. نحن هنا في هذه الوقفة في قلب مدينة طنجة لكي نسجل موقفنا واعتراضنا على الحوار المغشوش مع النقابات. شكرا. هذا الحوار هو حوار مغشوش، ولذلك نقول وكما أكدنا دائما على أن الحوار الحقيقي لا بد أن يكون مع التنسيقيات، وهو الذي اهتدت إليه مؤخرا الوزارة باستدعائها للتنسيقيات لفتح حوار جدي وحقيقي. ونحن قلنا وأكدنا دائما على أن الوزارة أرادت أن تلخص ملفنا المطلبي في نقطة واحدة، وهو الزيادات. الزيادات جزء لا يتجزأ من مطالبنا، ولكن عندنا مطالب أخرى التي تتعلق بالكرامة. فإذا ما استجيبت أو استجابت الوزارة لمطالبنا العادلة، منها الكرامة، سحب النظام الأساسي والاستجابة أو الزيادة المعقولة في الأجور، فإننا حتما سنعود إلى أقسامنا وسنعود إلى حجراتنا التي افتقدتنا، والتلاميذ أيضا افتقدونا. وشكرا لكم. السلام عليكم. نحن دكاترة أساتذة التعليم الثانوي، خرجنا من جميع الأسلاك دفاعا عن الكرامة وعن العدالة والحرية ضد النظام المآسي الذي أزال هيبة التعليم وأزال كرامة الأستاذ ببنوده أو جميع بنوده. لهذا نطالب الحكومة بالتراجع عنه وإصلاح جميع ما يمس هذه الكرامة والزيادة في الأجور، إسقاط نظام المآسي وحل جميع الملفات العالقة. وشكرا. نحن هنا اليوم للتعبير عن رفضنا القاطع لمخرجات الحوار ديال 10 دجنبر 2023
نقول لمن قالوا لنا ارجعوا مقابل 1500 درهم، نحن هنا من أجل كرامتنا، وكرامتنا لا تساوي 1500 درهم، تفوق كل الاعتبارات المادية، تفوق كل الاعتبارات المادية. لهذا نحن هنا من أجل رفع صوتنا عاليا لنقول سحب النظام. وإن كانت الوزارة لابد لها من محاور، فالمحاور الأساسي هو الشعب، هو الأستاذ الذي يوجد في الشارع، لا من يتحاورون معهم. النضال الأساسي يقوم به الأستاذ في الشارع، وبالتالي المحاور الأساسي هو الأستاذ لا النقابات، لأن الصوت الحقيقي ينبع من الشارع والذي يناضل هو الأستاذ. وتحية نضال. عنها لن نتخلى، كلا وألف كلا، عنها لن نتخلى، كلا وألف كلا، الموت ولا المدلة، نوبيات مبارعين، نوبيات مبارعين.